قلت في فترة هتحضر فيلم أخبار الفيلم ايه؟ شغالين عليه طبعا احنا بس دخلنا في رمضان فانت عارفه حاليا رمضان الناس كلها مهتمه بالمسلسلات اكتر والشغل السينما بيبقى بعد رمضان او في اواخر رمضان ان شاء الله اول ما يخلص كتابه هنخش نصور يمكن قبل رمضان على طول يعني أوكي. تصريح قلت مراتي او زوجتي ام مثاليه الحقيقه اه اه والله اه يعني هي ام مثالية لانها يعني متكرسه حياتها كلها للصناعه واسري للبيت وسايبه صناعه السينما وسايبه شغلها وسايبه الحاجات دي كلها فاعتقد ان هي يعني محطّة مجهودها كله في الحته اللي بتزرع فيها حاجه هتجني ثمارها مستقبلا يعني وهي اطفالها وبيتها يعني شريف هو اللي قال لها اقعدي من البيت وما تشتغليش في التمثيل لا لا خالص خالص هي ما هي ما عندهاش وقت تهرش عشان تشتغل في التمثيل يعني هي بتقول لما نيجي نبقى نازلين زي حفله او بتاع بتبقى يعني خايفه على الاولاد وبتاع ما بالك اوردر تصوير او مده لا تقل عن مثلا 100 يوم تصوير لو مسلسل واسبوع اربع اسابيع من ثمان اسابيع لو فيلم اعتقد مش تقدر تعمل كده لو هي خصوصا ان هي كمان عايزه تعمل كل حاجه بنفسها يعني يعني سامح عبد العزيز خرج براءه خد عفو جمهوري او رئاسي تعليقك انا بصي انا بحب سامح عبد العزيز حب كبير وشايف أنه هو مخرج مهم وشايف أنه هو ما كانش ينفع اساسا يحصل له كده لان ده مبدع وده راجل يعني ما ينفعش نعامله معامله طبيعيه لانه راجل في حته يعني ولكن في النهايه العفو الرئاسي ده توج له كل حاجه ويمكن يا رب يكون رد له اعتباره والف الف مبروك طبعا لخروجه لان احنا كسبنا تاني سامح عبد العزيز في صناعه السينما